احتفلنا اليوم باليوم العالمي للوشو تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للوشو، تحية لها من هذا المنبر، فهي اللي كتعطينا الدفعة باش نزيدوا لقدام ونطوروا هذه الرياضة في المغرب. فالحمد لله كنحصلوا على نتائج مزيانة وحنا غاديين في تيطم الليل بالضبط. بالنسبة للجمعية تيطم الليل للوشو فهي أحادية النشاط، كنديروا ما يسمى بالوشو كونفو اللي هو فيه عدة أساليب، فيه الساندا، فيه لي طاولو باليد الفارغة وبالأسلحة، كذلك فيه عروض أبر البطولات الوطنية وكاين حتى الدولية والإفريقية. هذه الرياضة لتهذيب النفوس لا غير، وكتهذب النفوس والإنسان يكون غادي في طريق مزيانة، وكتعمر لك واحد الوقت الفراغ ديالك يعمر. فأحسن حاجة هي الرياضة بشكل أنواعها، ماشي بالذات الكونغ فو، ولكن جميع الرياضات الإنسان ما يضيعش الوقت. فالنصيحة للشباب والأطفال والشباب وأي واحد قادر على الرياضة، فالرياضة هي حاجة مزيانة بشتى أنواعها، غير هو بالنسبة للانحراف أو القهاوي فما مضيعة للجيب والصحة. من الأحسن الإنسان يشوف واحد الجمعية يتحاول يتأونغاجا فيها وغيمشي مزيان، صحته غتولي لاباس، هو غيولي مزيان فاعل في المجتمع والبلاد ديالو والدين ديالو. الاباء معنا حنا، بعض العائلات معنا حنا مدافعيننا بزاف، معاونيننا بزاف ومساندينا بزاف، وخصوصا حتى مولا صالح حتى هو الله يجازيه بخير، زائد الوالدين صراحه. وعندنا حتى الشباب حتى هما باغين هذه الرياضه وغاديين معنا فيها مزيان. رياضه بالنسبه ليا رياضه زوينه ورياضه معروفه وش كونكو، باش عوض غنمشي للقهوه ولا غنبقى مريح في القهوه ولا غنبقى ندور في الزنقه ولا كذا، كنجي كنلقى راحتي هنايا من الخدمه للاصال من الاصال للدار. اسئله الدفاع عن النفس، كنقولوا الناس يجي وتريني وفي رياضه كونكو وشو طيط من الليل تلقى راحتك فيها، تلقى بزاف الحوايج اللي ما تلقاهمش في الزنقه. انا ام تبارك الله لجوج الوليدات كيترينو في هذا الدار اللي هي سميتها جمعية تيطم الليل للوشو لاصال عند العرب. الحمد لله وليداتي بداو تقريبا مدة عامين، وهما عند الأستاذ اللي هو سميتو تبارك الله عليه، فضل المجهودات اللي تيقوم بها مع الوليدات من غير الرياضة اللي كيمارسوها، كاين ديباط، كاين التربية، كاين كيوجههم بزاف الحوايج. الحمد لله ما كايناش مشكل لا مع الأستاذ لا مع الوليدات اللي كيترينو مع وليداتي الحمد لله. بفضل هذه الرياضه ولادي الحمد لله لقاو واحد الفرصه ديال المتنفس، بحكم ان هنا تيطم الليل ما كاينش بزاف ديال الحوايج اللي يقدروا يمارسوا فيها الحريه ديالهم كرياضه ولا كشي حاجه الشباب. بعض المرات الحمد لله هنا لقينا بعدا فرصه كبيره. الحمد لله وليداتي قبل كانوا من الناس اللي ترو تيميد، فضل الرياضه يعني كانوا غير المدرسه للدار، ولكن فضل الرياضه الحمد لله ولات عندهم واحد الشخصيه شويه قويه. غادي داكشي بالتدريج، ما لقيتش مشكل الحمد لله لحد الان. الاستاذ غادي معاهم الحمد لله في الطريق، والله يوفقهم، يعني كنقول شكرا لهم والحمد لله. حتى الجامعه غدا كتواكب هذا الاحتفال اللي ديال ان شاء الله غدا غيكون في نهار 10 غشت من هذا الشهر الجاري. الحمد لله الوليدات غادي مزيان، الجامعه دايره المجهودات ديالها وغادي في الانشطه الحمد لله. كنجي لهذا لاصال باش نكتب الصحه ديالهم وما نبقاش نضيع الوقت، حيت نبقينا في الدار كنضيعوا الوقت. وعجبتنا هاد الرياضه قبل حيت كنت في صحتي. الرساله ديال الشباب هي يبداو يمارسوا الرياضه بزاف ويبعدوا على البلي والمخدرات. الوالدين ديالي كنصحوني باش نبدا نمارس الرياضه بزاف بلا ما نضيع الوقت ديالي في شي حاجه خاويه بحال اللعب، ولا الا بقيت في الدار مثلا نربح حتى حاجه، اما الا جيت نمارس الرياضه كنربح الصحه ديالي. كنشكر الاستاذ يونس حشو والوالدين ديالي اللي بداو نصحوني باش نمارس الرياضه. تتشرف جمعيه تيطم الليل للمشاركه في الحفل العالمي للوشو كونفو ساندا. اولا كنشكر الاستاذ ديالنا يونس حشو على المجهودات ديالو الجباره والتي كان له فضل كثير. ثم نشكر جميع رؤساء ومدربين العصبة جهاد الدار البيضاء 16 وشكرا. كنلقى راحتي في هذا الاصال، كنجي باش نعمر وقتي، ما بقاش غير مضاير في الزنقه وكذا، وكنعرف كيف نتعامل مع المجتمع. هذا الاصال كنفتح لنا جداد من جميع الانواع ديال الناس، كنعرف كيف نتعامل معهم،
كنصح بهذاك الفئه ديال الشباب اللي طالعين في المرحله ديال المراهقه وكذا، خصهم يجيو باش يعمروا الوقت ديالهم، ما يبقاوش تابعين غير الشوارع وكذا، ما يبقاوش جالسين كما كنقولوا حنا في القناش وهذه، يجيو يدخلوا لي صال. ما كندعمش على لي صال، جميع الرياضات، كره، اي حاجه، باسكت، اي حاجه، باش المهم يعمروا وقتهم، واش غير مجليين في الصفه كما كنقولوا. كما معكم شاد معكم التلميذه ديال الوشو كونفو، كنبغي نشكر الجامعه الملكيه ديال الوشو كونفو والاستاذ ديالنا يونس حشو. انا كنجي نتريني في لاصال على قبل الدفاع عن النفس، ونتعلم بزاف الحوايج بلاصه ما نبقى في الدار نشوف فيديوهات وهذا، وندافع على نفسي ونتعلم الانضباط ونحترم والديا.